بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة 144 أول درس من لكتاب المعاني بلاغة تواكر. أمزار الخبر، الغرض من إلقاء الخبر، هدف لويك خبرك أجيني إلقائك بمخاطب سيا، يعني كسيك متكلمك خبرك أداد بمخاطب هدف سيا. الأمثلة: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، في غنبر صلى الله عليه وسلم لصالي فيلة لدائق بو يبيضان عام الفيل سنك الأشكر يبراه بفيلة وهاتن بو رخاندني مكو الله تعالى ويبال سرهنان كالقرآن بحثك. وأوحي إليه في سن الأربعين لتشل صالية وحي فكرة، وأقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، لمكة سيزة صال ماو ولمدينة جدة صال. أما خبر أدا خبر كيشي وانية كمخاطب بيزانه، بلکو بو اوه که مخاطب فایده ای گوارگره، درسته؟ اگر هر وقتی خبر اوابو که بیرد فایده به مخاطب بگینن پیران فایده تل خبر. کان عمر ابن عبدالعزیز لا یأخذ من بیت المال شیئن، عمر ابن عبدالعزیز هیچی لبیت المال هل ناگر، ولا یجری على نفسه من الفیئ درهمن، اصلا لسر نفسی خوی بلفیئ ایشا هیچ تکی ناگر حتی درهمک. وقان یعنی سیرک جالبه أبيش هر وها، يعني اشتكي تاريخي ومخاطب نايزاني دو متكلم بوي بحثك بويك بإصلاح بيزاني، فس أميش هر فائدة الخبر. لقد نهضت من نومك اليوم مبكرة، أو رو بياني زول خواستاري، والله ما يعنوانيا كابرا خوش يزاني بياني زول خواستاري، يما لازم الفائدة. أنت تعمل في حديقتك كل يوم، تو هم رجل مرلا بحثك تكاركي، يوش هر وها مخاطب بخوش يزاني كارك. قال يحيى البرمكي لا يخاطب الخليفة هارون الرشيد، خليفة هارون الرشيد مخاطب قلالك كبا إسلام برمكي كاني أوا بسر هنا وأمشي زنداني كذبو، إن البرامكة الذين رموا لديك بداهيا صفر الوجوه عليهم خلع المذلة بادية. ألا أو برامكة برمكي كان كللايتو بوداهية بداهية بوداهية بوان هاوشتراوا، يعني أو بلايان بو هاوشتراوا، يعني او بلايان بسر هاتو او جوية كتو اعواد بسر هنا وين كارون الرشيد توايان تارو ماركد توايان روزرد بون، يعني زدرويان زرد هالقراوة وخلعو بيسان لباسي مزيلان بسر ويا باديا، يعني بيسلام شتايكي دراو اوانا امش حا، يعني شتيك اقاينك هارون الرشيد بخوش ازانك كتي بسر هنا، بس امش اللازم الفائدة. قال الله تعالى حكاية عن زكريا، الله تعالى حكاية لزكريا وأني لزكريا وجارته ككتيرتي عليه السلام: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، أي فرورذكار أمن يسكم سوق بوا، يعني ويكا فوق بوا فير بوم وسريشم لسبيتي أشو على كشة أوجه وها. الله تعالى كمخاطبتي وخويا زانه وكاو زكريا وإلياته، فزمج لازم الفائد. قال أحد الأعراب يرسي ولده مرسيه كركي خيني الله: لما دعوت الصبر بعدك والأسى. هم يا ماني دعوة ولا لازم فائدة. لا إيش ولا وسا. ما وسايم. يكون دو فائدة خبرة. درستا. سويش ولا لازم فائدة خبرة. درستا. كي أنا كره مقاصدي أصلي خبرة. أوه. غير أما كره مقاصدي غير أصلي خبرة. درست. درست لا مثال بينجم أو يعني دو مثالي أول فائدة الخبر، دو مثالي دوم لازم الفائدة، لمثالي بين دو بولا لوانية إجهاري الزعف. لما دعوت الصبر بعدك والأسى أجاب الأسى طوعا ولم يجيب الصبر. على وقتها كدعوة صبر مكرد دعوتي، دعوة صبر مكرد، دعوة أسى وتأسف مكرد، أساك بإتعجب دام، يعني تأسف كرت مبالي ندام، فلام صبر جوابي ندام. فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيلقى عليك الحزن ما بقي الدهر. أجر الآن أميدم لتو منقطع بوك بقرية ودنيا بلام أو يدي بلام باقية لسرتو حزن ما راحتي أو ديك الدنيا معه. قال عمرو بن الكلثوم الله: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. الله وقتاك من دالي إيما حرش لشير بردريتوا أقابه ويك لشير بردريتوا توابي جابر كان بويا كونس وزدو، يعني أو ندا
إما عجيب عزتك من كتب طاهر بن الحسين إلى العباس بن موسى الهادي عليه وقد استبطأه في خراج ناحيته عليه ودعى خص خراج ناحيك يعني بيننا عليه وليس أخو الحاجات من بات نائما ولكن أخوها من يبيت على وجه عليه أخوي حاجات يعني صاحب احتياجه وكصنيك ليس للشوب الرجاء كاتو بحالتي خوتو بلكو أو كسا صاحب احتياجيك بشوب الرجاء كاتو لحالك هار لترسى لوجلها يعني كواني وهر شاوروانا تدبر المثالين الأولين تفكر لو دو مثالي أول كوا تجد المتكلمة إنما يقصد أن يفيد المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر في كل مثال أبيني كمتكلم قصد هذا فيه ويكفايدة من مخاطب بقيانه أو حكمي وخبرك لازمني خويا قلت ولا هل كامل مسألة كان هملا أو بإسلاة تاريخي في غنبر صلى الله عليه وسلم هملا تاريخي عمر بن عبد العزيز ويسمى هذا الحكم حكم فائدة الخبر أم حكم فيه لن فائدة الخبر فالمتكلم في المثال الأول يريد أن يفيد السامع ما كان يجهله من مولده من مولد الرسول ألا متكلم للمثال والله يبي فائدة بقينا بالسامع بجوجل أو يكن عيزاني السامع لو يكب يغنبر صلى الله عليه وسلم كي لدائق بوا وتاريخ الإيحاء إليه كي وحي بكرا والزمن الذي أقامه بعد ذلك في مكة أو زمانك دواي أول مكة ما وتوا والمدينة وويب مدينة ما وتوا وهو في المثال الثاني لمثال الدوما يخبره بما لم يكن يعرفه عن عمر بن عبد العزيز من العفة والزهد في مال المسلمين لمثال الدومشا أيوه خبري في أبداء بالسامع واشتك نايزان لباري عمر بن عبد العزيز لا نفاته فاقدامانيو الزاهد بونو فارسائية ولا موردي مالي مسلمان تقوية ولا موردي مالي مسلمان تأمل بعد ذلك المثالين التاليين أم جرجات مشاي مثالكاني دوات تركا دو مثالكي دوات تركا يعني استيوتشوا تجد المتكلم لا يقصد منهما أن يفيد السامع شيئا مما تضمنه الكلام من الأحكام أبيني كمتكلم إلي لبيا قصدي لو دودانا جملة أو أن يكا فائدة بقيني بسامع اشتيق لو أنيك كلامك لازم يخوي قدو الأحكام لأن ذلك معلوم للسامع قبل أن يعلمه المتكلم شنك أما معلومه بالسامع فيش هو كمتكلم بخشي بيزاني أو إيزاني وإنما يريد أن يبين أنه عالم دين بما تضمنه الكلام فقط متكلم أيبه بمخاطب بقيني كأمني أظانم أو أظانم كتو آوي مثلا لو مثالا نستوش ولا فالسامع في هذه الحالة لم يستفد علما بالخبر نفسه ألم حال هذا السامع هيش فائدة ورناقري لو إيكا علمك لخذ خبرك ورقري وإنما استفاد أن المتكلم عالم به فقد استفاد أن دوا رقري كمتكلم وشتا أظانه ويسمى ذلك لازم الفائدة أبا بمالا لازم الفائدة يعني ويكا فائدك اشتيكك جملك لازم يدينيت مثلا او جمله كمتكلم كتويتي لازم ولازم دينك وادي انا متكلم يبقيني ها مني لازانم وانيا اوه انظر الى الامثله الخمسه الاخيره جان جاتم شاكين سامشين مثالك دوايكا تجد ان المتكلم في كل منها لها الكام لو بينزان دا لا يقصد فائده الخبر ولا لازم الفائده هيك كام يعني نابت قصدي هيك كام يعني نيا وانما يقصد الى اشياء اخرى قصدي اشتهايكي كيا يستطلعها اللبيب ويلمحها من سياق الكلام عليكم السلام ك بسريا اطلاع فيدا كات انسان لبيب زيرك بماغز وبيسال سياق كلام دريكش فيحيى البرمكي في المثال الخامس لا يقصد ان ينبئ الرشيد بما وصل اليه حاله الا يحيى البرمكي لمثال كنجمه نائبت ك خبر دابا هارون الرشيد ك حال الى حالك وحال ذوي قرباه من الذل والصغار ناشي أوبجينا كنزيك كان سيان بيجشتو لزلة صغة لأن الرشيد هو الذي أمر به فهو أولى بأن يعلمه سن رشيد بخوي أو أمري كردو خوشي فزقوية ساتر زانك سياني لكردو ولا يريد كذلك أن يفيده أنه عالم بحال نفسه وذوي قرابته هل وها يحيى بربكي نايبت أوجب جينا بهارون الرشيد ك فايدة يبجينا كمن أزانمها حالم سيلاتوا نا خو أوجنيا يعني لازم الفايدة جنيا وإنما يستعطفه ويسترحمه بلكو داوي عطوفتي ليك داوي رحمي ليك ويرجو شفقته داوي شفقته مهرباني ليك أميدي مهرباني ليه عسى أن يصغي إليه فيعود إلى البر به والعطف أطفي عليه باشكم أميدي هيك جوي براقريت هارون الرشيد فازبقرت أبو لايوي كتساكي لقلبك وعطوفتي لقلبك فازقرابو استعطاف استرحام
وفي المثال السادس بمثال ششما يصف زكريا عليه السلام حاله أي حال خوي ذكرك ويظهر ضعفه ونفاد قوته إظهارك وديار خاز ضعفك وويك قدرتك خليك بلو توابون الرؤى والأعرابي في المثال السابع فسقر وشهر إظهار ضعفه والأعرابي في المثال السابع يتحسر ويظهر الأسى والحزن على فقد ولده وفذة كبده عليه أسى تأسف نارحتي دربري بوويك من دارك وقوش جرقك لنصدع فسقر وش إظهار تحسر وعمر بن كلثوم في المثال الثامن يفخر بقومه وشهر إظهار فخره ويباهي بما لهم من البأس والقوة مباهاتك كالسنك بأس قدرتي أنا وطاهر بن الحسين في المثال الأخير لا يقصد الإخبار أيشهر قصد إخبار نيا ولكنه يحث عامله على النشاط والجد أيضا بإصلاح تشويق كات عاملك كارجرك بويك حالة نشاط جدية ببي في جباية الخراج لويك خراجك يتشاك وكاته ومالياتك يتشاك وكاته فصوت بو حث تحريضا وجميع هذه الأغراض الأخيرة إنما تفهم من سياق الكلام لا من أصل وضعه توايا مغرزاني دعي لا سياق كلام فهمك لأن لا أصل وضعك يعني. القواعد الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين أصل خبره ويكب ويكب لو دوي غرضا يلقاب كريم يكن إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة أو يكب المخاطب بقيانيت أو حكميك الجملة كالأخويا قلتوها ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر كما شفيه في فائدة الخبر دو مدانج إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم أو إيكا متكلم خوي أيبي أو بقيني كمن عالم بحكم كم أظان مهشت أعوى ويسمى ذلك لازم الفائدة قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق جاروا خبرك بو هدف هاي كده كلا سياق كده منها ما يأتي الاسترحام دي بو مثال بو كان مثالك كتمان أماني تيابو إظهار الضعف إظهار التحسر الفخر الحث على السعي والجد نموذج في بيان أغراض الأخبار كان معاوية رضي الله عنه حسن السياسة والتدبير معاوية رضي الله عنه سياسة التدبير في كلك النوي زوج عمه يحلم في مواضع الحلم ويشتد في مواضع الشدة لازجاي صبوريبون صبوريب خرج دولة لازجاي الشدة شا شدة هو كفايد خبر مثلا فايدة خبر رواية كمخاطب لا زال مثلا متكلم ديو حالك لقد أدبت بنيك باللين والرفق لا بالقسوة والعقاب تو بمدالة كانت بنرمي هنك دو نبا بالرقي وبعقاب هو لازم فايدة شون خوي تشاتر زال مدالة كانت شون تربية توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 23 من الهجرة فايدة قال أبو فراس الحمداني ومكارمي عدد النجوم ومنزلي مأوى الكرام ومنزل الضياف هو جب فخرة يعني مكارمين بأندازي عدد يستير كان منزلي منش أو مأوى وقرشوني قرانوي إنسان برز كان وشوني ميوان كان قال أبو الطيب دلي وما كل هاو للجميل بفاعل ولا كل فعال له بمتمم يعني هر كسيك هواي برو جميلك ببيت وانيك أو كار أنزام بدات يعني كإشق جميلك وجوانك ببيت برو لايك شيء وهر کسی که کاری بکات وانی که توایب کن. اوج فایده المخاطب الحكم الذي هر فایده خبر. فایده خبر. قاله ای بسامع کانی بگیری که بعضی لخالکی عوام تقصیریان هیا. ادیگ لخالکی هن که اشتیان باشته کسی بلام، آو ارادهان نیه که شننی و عمل کوا. ادیگش که عمل کان زم آدن. أو عدة ثواب ناكن. ديو خبر أيوان يا. أيه بيوشتا فائدة أو خبر بمتكلم بسامع بجانب. وقال أيضا يرثي أخت سيف الدولة. مرسي خشي سيف الدولة الله. غدرت يا موت كم أفنيت من عدد بمن أصبت وكم أسكت من لجب. الله غدرت كر أي مردن مرق. روك هذا مردن زي دي منزوري شيء. ثانيك عددك بفنابر وبشيء إصابتك و. شيها دنگ دنگ تخوان ساكت تذكر. إسهاري تحسره. إسهاري أصاو خزنة. قال مزك. قال أبو العتاهية يرثي ولده عليا كراكي كان علي ومردو عليه بكيتك يا علي بدمع عيني فما أغنى البكاء عليك شيئا.
أمن أي يعني بفرميزكي تشاوانم لسرتو قريام بلام قريام لسرتو هيتش تكي نكر. وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. لجياني تودا أمن موعزهايك مرقر ليت بلام ألان كفوتت كردوا زور زور موعزكتي موزت ذاتبو من كردوا. أما إظهار تحسرا يعني إظهار تحسرنا واحد. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. عليها هشتا صال وبشكم تشهر بي بغي او دعاي بوكا بشكم تشهر بي بغي جوي مني احتياج قصتو بويكا كسبية ترجمة بوكاتوا الي تيكوت هون يا هو اشتيا اظهاري عن ضعفه عجزة. وقال كربو. وقال ابو العلاء المعري علي ولي منطق لم يرضى الى كنه منزلي على انني بين السماكين نازل. علي من منطقكم هي قصيكم هي كونه منزله كم بمن رازينيا يعني هو كم من شونم شوني كي اوي لسلوي كم من شونم لبيني دودان السماكه ويا يعني لا سماكان كالا دودان السيري هروناك كبدنك كان اعزل لن بويك الرامع يعني الله عقل وزبانك هيا كام منزل الرفيعي ك تيدام هشتا ومشكوله رازينيا في فاز بالكو بفشت بسرت ليش كان زكي زهري؟ لا فايدة خبر فايدة خبر هذا شيء أخباش أخوه هنية أو التمينة كان إلا أنا مزجة بأخوي هل صفيد ويا حلي كله هذا قال إبراهيم ابن المهدي يخاطب المأمون إبراهيم مأمون مخاطب قرار قال أتيت جرما شنيعا وأنت للعفو أهل فإن عفوت فمن وإن قتلت فعدل على من جرمك الشنيع مرتكبهم وتوش أهل عفوي أقر عفوهم كيوم النت الدانوة أقر بيشهم كجيدة عدالة بخلقه استفهام استعطار مروين يبس تمنى كان زورة هل يقرين والله من زاري دي تمنين ما خين درس جايش أخيني